مين الراجل اللي جابك هنا؟ اوف، ما ماما سألتني وقلت لها ما اعرفش. يعني انت مش شفتيهوش قبل كده؟ لا شفته. فين؟ هنا في البيت. يعني لما جابك؟ طيب ما تعرفيش تقولي لي هو شبه مين؟ شبه جده وشبهك وشبه مستر جون. انا رسمته. يلا يا حبيبه عشان تتعشي وتنام. صباح الخير. صباح النور. مش قلتلك مش هسيبه؟ ما البادي أظلم. حرام عليك، ليه تعمل كده في تيسير؟ ليه يا أنكل؟ ليه إيه؟ هو لسه شاف حاجة؟ إن أنا معلم وخلاص، ما بقاش تحت حماية ياسين بدوي بعد ما اكتشف إن هو اللي سرق الملفات بفضلي أنا. ومش بس كده، ده أنا لسه هدلعه وأشخلعه وأحبسه. انت ناسيه ان هو اللي حرق العربيه ولا فكرك؟ اوكي انا مقدره ان حضرتك متضايق من تيسير وعايز تعاقبه، بس على فكره حضرتك كان ممكن تسامحه. حضرتك كان ممكن تسامح تيسير الايام الاخيره دي اتغير خالص وبقى مركز في شغله. وبعدين ده مسكين، ده قطيط لسه سايباه من يومين بس، يعني ما كانش متحمل ابدا اللي حضرتك عملته فيه ده. صدق صعب عليا، انا ممكن اسامحه ما اعملش اي حاجه يعني فيه، بس انا وانتي نبقى صحاب. احنا صحاب؟ ما احنا صحاب يا انكل، احنا صحاب وجيران وكل حاجه، وانا عن نفسي نسيت كل المشاكل وكل اللي حضرتك عملته، وحتى بالقمر انا جيت اعتذرت لك. اوكي وي ار فاين. خلاص يبقى تيجي تقعدي عندي في المكتب. اوكي انا هشوف الموضوع ده مع اسراء وهحاول اجي مع حضرتك في المكتب. باي. ايوه انت فين؟ ما روحتيش ليه؟ واقفه في الشارع مستنيه البنت تخلص مدرسه؟ ايه شغل المجانين ده؟ ما تقعديها في البيت احسن. يا ستي خلاص، ما احنا عرفنا مين اللي عمل كده وان شاء الله مش هتتكرر، وامننا مع المدرسه وعملنا كل حاجه. روحي بقى. خلاص انت حره اعملي اللي انت عايزاه. ماشي، انا هشوف هعمل ايه وبكلمك. انا معاك. عارف يا علي، تعرف انا نفسي في ايه؟ نفسي المره الجايه تعزمني عندك واجي اتغدى معاك انت والمزه، ايه رايك؟ المره اللي جايه هاخد المزه ونطلع نقرا الفاتحه على قبرك ان شاء الله. ويا ترى بقى حافظ الفاتحه يا علي؟ يا علي انا ما بخافش من الموت، بالعكس انت لو سالتني هقول لك ان انا نفسي اموت. ربنا ينوي لك اللي في بالك عن قريب. انا اللي في بالي انت عارفه كويس قوي يا علي. أنا طالب أطمن عليك بس، أنا آخر حاجة أحب أعملها إني أخوفك وأخليك تعيط تاني. المهلة اللي اديتها لك فات نصها. أنا محتاج وقت أكتر. موعدكش.
بكره الساعه 12 بالليل تكون الفلاشه معاك. بص يا علي، انا عايزك تحط بنتك دايما قدامك عشان ما تاخدش قرار يضرها. سلام. ادخل. تعال. كفايه بقى اشرف فلسطيني. خلاص يا استاذ. ها سالتني على القاعه اللي قلت لك عليها؟ ان شاء الله هفوت عليهم النهارده بعد ما اخلص. طيب اسال هناك على الاستاذ فؤاد عبد الغفور، هو مدير الاوتيل، هيعمل لنا ديسكاونت كويس. حاضر. اوكي. القاعه ايه اللي بتتكلموا عنها دي؟ في حد هيتجوز ولا ايه؟ ايوه انا. شيرين يا سيدي مصره انها تعمل حفله. ما تضحكش قوي كده. يعني مش حابب بدله فرح وبتاع وهنعمل جو؟ لا هنعمل عشاء على جو موسيقي كده رومانسي شويه. بمناسبه الرومانسيه صحيح، عملت ايه مع دينا؟ في ايه؟ صلحتها؟ هو المفروض كمان ان انا اللي اصالحها ولا ايه؟ نعم؟ ما المفروض ايه؟ بص علي، انا هنسى ان دينا دي تبقى بنتي وهحاول اكون محايد شويه. انت عايز ايه؟ عايز مراتك تبقى ايه؟ ملاك نزل من السماء؟ مفيش حد كده، مفيش حد ما بيغلطش. وبعدين انت مش من حقك انك انت تحاسب واحده على حاجه عملتها قبل ما تعرفك. طيب الكلام ده دخلنا في حوار مالوش اول من اخر، بس عشان اجيب لك الخلاصه، يعني لو المنطق اللي بتقوله ده صح، يبقى المفروض اول حاجه نعملها ان احنا نقفل كل المحاكم والسجون، واي مجرم يغلط يقول معلش مش هعمل كده تاني، وكنت عارف ان المجتمع هيزعل وساعتها ممكن نسامحه. ايه يا ابني ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه علاقه المجرمين بمراتك؟ مفيش حد ما بيغلطش علي. انت ما غلطتش قبل الجواز؟ لا والله ما كنتش اعرف ان انا بتكلم مع واحد قديس. سيبك من الكلام ده، قول لي عملت معاه ايه؟ الموضوع انتهى خلاص، مركب ماشيه. طيب الحمد لله ما دام ماشي. بص علي، انا عايزك تحط بنتك دايما قدامك عشان ما تاخدش قرار يضرها. شوف انا بكلمك بصفتي رئيسك في الشغل وحماك وصديقك في نفس الوقت. انا عايزك تحتوي دينا، تحاول تحسسها بالامان، وده مش هيجي غير لما ترد مع الماضي وتنسى اللي فات. البنت كانت محطمه وبعد ما عرفتك اتحولت 180 درجه، عايز ايه تاني؟ قلت لك خلاص الموضوع خلص، اعمل ايه تاني يعني؟ طيب كويس، انا مخلص. قلت لها ان انا وشيرين عايزين نيجي نزوركم؟ انا كنت عندك، ما قلتلهاش ليه؟ ما انتوا كنتوا متخانقين، ما كنتش عارفه ترجع البيت امتى. وبعدين بصراحه ما كنتش عايز اضايقها. وعايزني انا اللي اضايقها؟ دي حاجه غريبه قوي والله. يا ابني افهمني، انا عايز ابقى في نظرها دايما الراجل الطيب الظريف، عشان لو حصل بينكم حاجه اعرف اخش واحلها. قول لي هتقول لها امتى بقى ان احنا هنيجي نزوركم؟ بكره. تقولنا بكره بالليل ان شاء الله. متاكد؟ ان شاء الله. طيب اكلم شيرين بقى ولا لا؟ اه مدام ندى، تقولي لي مدام شيرين. شكرا. بص يا علي، انا عايزك تحط بنتك دايما قدامك بص علي انا عايزك تحط بنتك دايما قدامك عشان ما تاخدش قرار يضرها. ايه تضحك على ايه؟ مفيش حاجه عادي. يا واد قول لي تضحك على ايه؟ نفسي مره اسمع حاجه تفرحني. مش هتفرحك قوي يعني. مالكش دعوه، بس قول انت. اصل في واحده هبله جت عندنا المكتب و عادت تقول لي ان كل حاجه هتبقى كويسه وبعديها اترفدت على طول. الله يمسيك بالخير يا غاده. اعوذ بالله من عينيها. ولا يهمك، بكره اكلم لك ياسين بدوي اكيد هشوف لك حل في المشكله دي. حبيبتي انت ليه مش عايزه تفهمي ان انا غلطت واستاهل اللي حصل؟ سبحان الله في أمرك.
سمعت دوشة؟ ازيك يا حاجة؟ الحمد لله خير. في واحدة تحت عايزة تيسير وعاملة غاغة، عن إذنك. اتفضل. إيه؟ اركب اركب. أركب؟ أنت مجنونة؟ تيسير اركب بدل ما أفضحك. أنا طب أهو البت دي مجنونة. يلا بسرعة. فاسن يور سيت بيلت. نعم. البس حزام الأمان. أطير ولا إيه؟ حاجة زي كده. الله يخرب بيتك، أنت مجنونة. أنت أول مرة تاخد بالك إن أنا مجنونة يعني ولا إيه؟ عادي يعني. وبعدين انا لما ببقى مكتئبه مش بقفل موبايلي كده واختفي زيك، انا باجي هنا وبزعق وبرتاح قوي. مكرر كمان بتشربي سجاير؟ اه دلوقتي واحده بس، يعني لما اتجوز هبطلها. انت عايزين يعني انه لو جوزي طلب مني ان انا بطلها هبطلها اكيد. انت هتسمعي كلام جوزك؟ ايوه انا هسمع كلام جوزي. يعني أنا أصلاً مقررة إن أنا أساعده، يعني أصلاً من الغباء إن واحدة حلوة زيي وفظيعة ما تساعدش جوزها يعني. وبعدين أعتقد إن هو هيكون بيحبني صح؟ ياسير، هو إيه موضوع الملفات اللي أنت سرقتها من ياسين بدوي دي؟ غبي أوي. ايوه صح، انت غبي غبي، وكويس ان انت معترف ان انت غبي. بمناسبه الغباء ده، انا امبارح قلت لك كل حاجه انا عايزه اقولها. يعني اتس يور تيرن ان انت تقعد تفكر وتشوف انت عايز ايه. مش مهم اي حاجه انت عملتها قبل كده على فكره. فعلا انت ليه مهتميه قوي بيا كده؟ ما انا قلت لك يا تيسير، قلت لك انه انا مهتميه بيك عشان يو ار كريمنال، وانا بحب الخطر جدا. وانا صغيره عملت حاجات كتير قوي غلط زيك كده، وانا مره اتقبض عليا. اه والله العظيم. عشان كده قررت ان انا ادرس قانون جنائي واعمل ميجر في الكريمنال سايكولوجي. عشان كده اهتميت بيك. بتتريق علي؟ ياسير، هو انت ايه اوحش حاجه عملتها في حياتك؟ اقول لك يا ستي، اوحش حاجه انا مره وانا صغير سرقت بوم. ايوه انا عارفه الحركات دي. انا عملت كده برضو مره، بس ما كانش بومب صغير. عارف الحاجات اللي بتفرقع في السما دي بتعمل الوان كتير قوي؟ اوكي. رميت مره منهم تحت عربيه عساكر. لا، بس دلوقتي بتعالج يعني، ما تقلقش، مش خطر قوي للدرجات دي يعني. كل اللي بعمله ان انا بسوق بسرعه بس. و طيب. لا، انا عايزه اقول لك، انا قعدت اصلا اقرا كتير عشان افهم الكيس بتاعتي. انا الناس كلها بتقول عليا مجنونه. عرفت انه انا بعمل كده بس علشان انا متدلعه شويه، عشان بابايا بيعمل لي كل اللي انا عايزاه عشان البنت الوحيده وبتاع. طب انت ايه اكتر حاجه يعني وحشه عملتيها في حياتك؟ بص يا تيسير، انا مقتنعه ان اكتر حاجه ممكن اي حد يعملها وحشه في حياته ان هو يأذي بني ادم تاني. انا عمري ما عملت كده غير مره واحده بس. ايه؟ بص، هو كان في مجرم كده، مجرم يعني، هو اكتشولي كان ممسوك في قضيه شيكات مش كده وبس، هو مدمن وعمل حاجات كتير قوي وحشه، بلاوي سودا كده كتير. كنت تعرفي منين ده؟
انا هقول لك بس الكلام ده يفضل بيني وبينك. تيسير هو قريبنا يا حبايبي، قريبنا من بعيد، قريبنا من